والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الفتن التي تتقى وهي شديدة وخطيرة فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فحافظوا على نسائكم، حافظوا عليهن من كل فتنة ومن كل شر، لا يختلطن بالرجال في المكاتب أو في الشوارع أو في أي مكان اختلاطا يثير الشهوة ويسبب الفتنة. امنعوا نساءكم من الخلوة مع الرجال، فلا تخلو امرأة مع رجل إلا كان ثالثهما الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألزموا نساءكم بالحجاب الساتر، فإن هذا مما تتقى به الفتنة. أما إذا تركت المرأة لهواها فإنها تتبرج، تتزين وتخرج على الناس بفتنتها وزينتها، فلا بد من الأخذ على يدها. والذي يأخذ على يدها أن كل من ولاه الله على امرأة أو على نساء يلزمه أن يأخذ على أيديهن، وإلا فإنه مسؤول عنهن أمام الله سبحانه وتعالى.